كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمي جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا اليوم هي آية انشغلت فيها لفترة وحبيت أحط لها لحن بسيط، وبشجعك وبشجعك اليوم زي ما بقول كل مرة، خد آية صغيرة وحط لها لحن بسيط وكررها وإلهج فيها كل نهارك. ما أحلى أنه الإنسان يقضي نهاره وكل اللي بيفكر فيه وكل اللي بيطلع منه كلام من الكتاب، كلام الله. بتوقع الإنسان اللي بيعيش في هالطريقة مش ممكن ينم على حد، مش ممكن يذكر إنسان بصورة مش طيبة، مش ممكن تطلع كلمة تجرح إنسان. وإحنا بنحاول في كل يوم في حياتنا العملية إنه نتشبه في الأعظم، نتشبه في الكامل، نتشبه في ربنا مخلصنا يسوع المسيح اللي عاش مثل، ما كانش بس يقول لكن عاش ولم يبكت حد على خطية. والعظمة في الشيء أنه عظيم كما بتحكي هاي الآلة اللي هي مأخوذة من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث العدد 16، بتقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد وتبرر في الروح وتراءى لملائكة وكرز به بين الأمم وأومن به بالعالم ورفع في المجد، ورفع في المجد. بتلخص حياة السيد العظيمة اللي شفنا فيه صورة الله وإجا ورفعنا معه وصار لنا رجاء أن نرث معه في المجد. طبعا هالشيء لم يأتي بدون سفك دمه، بدون ثمن غالي ودم كريم دفع فيي وفيك وفيك. فيا رب ساعدنا نعيش حسب هالمفاهيم، وبصلي إلي ولكل واحد من إخواني وأخواتي اللي بيشوفوا معنا اليوم البرنامج، إنه يا رب يا سيد من فضلك تعالوا أعنا نعيش حياة يكون ملؤها المسيح، حياة تعكس صورة المسيح لكل الناس، لأنه فعلا لك وحدك كل المجد، أنت مستحق. في اسم يسوع بصلي، آمين. عظيم هو سر التقوى، عظيم هو سر التقوى، عظيم هو سر التقوى، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد وتبرر في الروح وتراءى لملائكة وتبرر في الروح وتراءى لملائكة
وكرز به بين الأمم وأومنا به في العالم وكرز به بين الأمم وأومنا به في العالم ورفع رفع 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 ورفع في المجد في المجد رفع في المجد في المجد رفع في المجد. مبارك اسمه القدوس، مبارك اسمه القدوس. زي ما لاحظتوا الترنيمة أو الآية كانت ملحنة على مقام النهواند من طبقة الدو، نهواند من الدو. مقام النهواند ممكن عزفه على جيتار أو على بيانو لأنه ما فيش فيه سيكا أو ربع تون في المقام.